أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الحقيقة وبس رحب بكم في هذا الموعد الجديد واللي هننتظم عليه كل يوم اتنين الساعة ستة إلى الساعة السابعة والنصف بتوقيت كاليفورنيا والحقيقة احنا مدينا الوقت حتى نعطي لحضراتكم في كل مكان فرصة للمداخلات والتعليقات والأسئلة وسوف نقدم لكم البرنامج في ثوب جديد حاجه من الحاجات الجديده اللي هنكون بنعملها مره كل شهر هو تقديم برنامج بعنوان مصلى، المكان الذي يصلى فيه، وهنتكلم بالتفصيل عن هذا الاسم ولماذا اخترناه، وسيكون معي ضيف خاص ليقدم هذه الحلقات الخاصه، ايضا سوف نتحدث في حلقه اليوم عن ما هو الانجيل؟ ولماذا اربعه اناجيل بدلا من انجيل واحد؟ وهل هذا دليل لان احنا عندنا اربع نسخ من الانجيل ان الانجيل محرف وما هو هدف الانجيل ولماذا نقرا الانجيل ولماذا يجب علينا ان نتمسك بالمكتوب حتى ياخذنا الى مكان ما ترى ما هذا هو المكان الذي ستاخذنا اليه كلمه الله او الانجيل سنناقش كل هذه الامور تابعونا أهلا وسهلا بكم أعزائي في كل مكان أرحب بكم في هذه الحلقة التي تأتي إليكم لأول مرة في هذا الموعد وأصلي أن تكون هذه الفرصة سبب بركة لجميعنا سوف نرحب بمداخلاتكم أسئلتكم تعليقاتكم اللي تكون محصورة في داخل الموضوع حتى تعم الفائدة إلى الكل برحب بحضراتكم في كل مكان في الولايات المتحدة الأمريكية من الشاطئ الشرقي حتى الشاطئ الغربي كلنا صحيين واخترنا هذا المعاد لكي يكون مناسبا للجميع وأيضا لأحبائنا الموجودين داون أندر في أستراليا وأيضا في كندا وفي كل مكان في العالم أرحب بكم وأقدم لكم تحية خاصة في اسم المسيح في كل مرة من كل شهر سوف نقتطع أسبوع خاص نتحدث فيه عن موضوع بعنوان مصلى وهذا الموضوع قام بجزء رهيب في الاعداد والتجهيز ولم يبخل بكل ما كان عنده من وقت ولم يدخر مجهود او طاقه في ان يقدم لنا حلقه خاصه سوف ناخذ حلقه كل شهر من موضوع مصلى وسوف نتحدث فيه سوف نفهم معنى الاسم ويشرفني ويسعدني ان يكون معي ضيفي الكريم حضرة الأسيس مجدي جرجس أهلا, أهلا وسهلا, وسهلا بيك أهلا اتشرفنا وسهلا. بوجودك معنا في هذه الحلقة شرف لي أسيس نبيل أشكرك جدا أحب الحقيقة يعني أقول على بعض الـ الإنجازات الكثيرة اللي بيقوم بها الأسيس مجدي حتى نعرف أنه رجل ذات خبرة معينة فيما يقوله ومش بنقول وكلامه خلاص لكن الفاضل الأسيس مجدي هو دكتوراه في قراءة الميديا للشرق اوسطيين او اللي هي بالانجليزي ميديا الليترسي فور ميدل ايسترنز وايضا نشكر رب من اجل انه اغنى المكتبات المسيحيه بكتب عديده كما هي واضحه قدام حضراتكم على الشاشه في كتاب كتبه في غايه الاهميه بعنوان الاتصال او بمعنى الكوميونيكيشن على ما اعتقد وهو مرجع بيدرس في كليه اللاهوت، وايضا كتب كتاب اخر بعنوان رحله في عقل انسان، وكتاب ثالث حكمه العقل والعاطفه، قراءه معاصره لسفر الجامعه ونشيد الانشاد، وكتب ايضا كتاب بعنوان انا هو بيتكلم عن المسيح في انجيل يوحنا، واخر شيء هو بيتكلم على انا مش عارف ده طلع ولا لسه الامانه موجود موجود و الحقيقة نشكر رب من أجله وقدم العديد حتى في دائرة الميديا من البرامج الكثيرة وأنا عملت معك قبل كده البرنامج اللي حطيت فيه طاقة كبيرة أيضا نظرة وحياة وحضرتك أخرجت لينا برنامج مصلى أعزائي المشاهدين دعونا نذهب لكي نرى مقتطف من الحلقات بعنوان مصلى ثم نعود إلى حضراتكم وسنبدا في مناقشه هذا الموضوع والموضوع بعنوان الانجيل تابعوا معنا الانجيل ترى ما الذي يدور في ذهنك عندما تسمع كلمة الإنجيل الإنجيل للكثيرين هو كتاب المسيحيين المقدس الذي أنزل على عيسى أو يسوع المسيح إن كلمة إنجيل تستخدم في الأساس لتشير إلى الأربعة أنجيل متى ومرقس ولوقا يوحنا. كلمة إنجيل جاءت من الكلمة اليونانية أنجيلوس والتي تعني الأخبار السارة التي أحضرها عيسى المسيح للبشرية إن إنجيل يسوع المسيح هو الشرح المختصر الذي يخبرنا عن من هو المسيح وماذا عمل وهو أيضا خبر صار لأنه إجابة لمشكلة كبيرة لذلك لكي نفهم الإنجيل يجب أن نعي أولا المشكلة إذا ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة هي الاستحقاق أو عدم الاستحقاق الاستحقاق يعني ان يكون للحق في شيء ما هل تستحق ان تذهب الى السماء بعد ان تموت هل تستحق ان تحصل على مكافاه نتيجه للحياه التي عشتها على الارض ان موقف الكتاب المقدس الواضح هو انك لا تستحق بغض النظر عما عملت من صالحات او سيئات وبغض النظر عن وجهه نظرك للحياه سواء كنت ملحدا او مسيحيا او مسلما او لا ادري البعض يقول انه من خلال رحمه الله سبحانه سوف يغفر لنا خطايانا وسيدخلنا الجنه او الفردوس ان هذه النظره تشخص المشكله الانسانيه بطريقه سطحيه ومتفائله للغايه دون ان تصل الى اصل المشكله حيث انها لا تذكر الا القليل او لا شيء عن عمق فساد الانسان الذي يتضمن النجاسه والعار والخوف ان الحقائق الاساسيه عن الانجيل التي ذكرها الرسول بولس هي. واعرفكم ايها الاخوه بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به الا اذا كنتم قد امنتم عبثا فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا. أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر لصفا ثم للاثنى عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا كورنثس الأولى 15 واحد إلى ستة ذلك يعني ان الانجيل هو يسوع المسيح لا اكثر ولا اقل ناس فاكره الانجيل مجموعه ايات ونصوص ونواهي واوامر وحلال وحرام في كلام مرصوص الانجيل في ايماننا اله حبنا ومحبته ورانا اما جه لدنيانا عشاننا مخصوص اهلا وسهلا بكم اعزائي في كل مكان دكتور مجدي يعني شكرا على المقدمه الجميله والرائعه لكن السؤال اللي بيطرح نفسه والسؤال البديهي بعد ان راينا العنوان اللي البعض بيعتبره مختلف شويه او عنوان بيسماه البعض بيقول انه يمكن يكون شاذ شويه هو هي بس عايزين تصلح. الاول تصلح لنا نطق الكلمه هي مصلى ولا مصلى كويس السؤال ده <applause> أه أه عشان نقولها صح انا عاوز اقول لك حاجه واحنا نعترف بيها احنا الاثنين مصريين آه. واحنا عندنا غلطات نحويه كثيره جدا <applause> كويس استاذي في مصر بتاع اللغه العربيه اسمه صبري بطرس آه. قال لي اسمها مصلى تمام فاحنا بنقولها مصلى لكن انا وانت في الغالب هنقولها مصلى وكل المصريين بيقولوها مصلى تمام ماذا تعني كلمه مصلى مصلى مكان مش هو مش مكان رسمي للصلاه احنا عارفين المكان الرسمي هو الجامع او الكنيسه المصلى لما تكون في المطار في الشغل في مكان خارج دائرة إنك تصل إلى مكان رسمي للصلاة مصلى لكن أنا عاوز أبص من نظرة تانية خالص. اتفضل. المصلة كل إنسان بيخشها عاوز يبعد عن الضوضاء والتلوث. مم. يعني حتى الإنسان اللي بيخش المصلة بينظف نفسه. تمام. وما بيكونش فيه إزعاج. لكن في نفس الوقت مكان تأمل أنا أضفت حاجتين. اتفضل. بعيد عن التعصب مم. يعني انا اقدر اخش في مكان في بيتي واسميه مصلى بعيد عن الضوضاء والتلوث والتعصب واضيف حاجه رابعه ان احنا هنستخدم مصطلحات شرق اوسطيه وعربيه يعني احنا بنتكلم انا وانت رجال دين مم. مسيحي لكن هنستخدم تعبيرات شرق اوسطيه مم. ولو السلايد موجود والمخرج شايفه الحلقات بتاعتنا آه. وهي طبعا احنا حتى بنقول حلقه وهي كلمتها حلقه آه. <تصفيق> <تصفيق> حلقات البرنامج هي آه. الانجيل آه. التوحيد تمام. الرسول مم. وما صلبوه القيامه من الموت تمام. الشريعه اهدنا الصراط المستقيم الفرض النجاه من العار دول الثلاثه دول مهمين قوي من العار الى الكرامه ايوه من الخوف إلى القوة من النجاسة إلى الطهارة آخر واحدة الضلال والهداية حلو خالص ده كده اديتنا يعني مفصل لل... 13 حلقة للحلقات اللي جاية آه. آه. لكن آه عاوز أقول شيء برضو وأنا أدين بيه لبعض الناس صدق. يعني أسيس نبيل اسمح لي وإنت ما عارف أنت مش, مش عاوز نقول كده لكن أنا سعيد أن أكون معك أنا أتشرب بوجودك معايا ربنا يباركك لسبب أنك إنسان دارس ومفكر ومحاور وانا بثق فيك فدي ]ك. حاجه عظيمه جدا وانا يشرفني ان اكون معاك اشكرك حبيبي أيوه. اشكرك وكمان ما انساش الكرمة انا بصراحه اول مره اخش الجزء ده آه. وفوجئت بالاستوديو آه. مكلف جدا أيوه. لكن انا بشكر الله ان الكرمة الفلوس اللي بتجيلها بتدفعها في مكانها امين امين فاحنا بنصلي لاجل الكرمة ونشكرهم شكرا حاجه معينه بنقولها في الاول للناس اللي انا استفدت منهم مم. استاذي كينيث بيلي وده عاش في الشرق الاوسط في مصر ولبنان خمسين سنه واو واو وفي كتابين اساسيين بيقول الكتاب الاولاني بوت اند بيزنت اعتقد دول برضو موجودين على through the... peasant. على سلايد على موجود على موجودين على السلايد اه وجيسس ثرو ذا ميدل آه، ايستن اي مم. الكتابين دول بالذات ادوني نور جديد على ازاي الكتاب نشوف الكتاب من خلال عيون شرق اوسطيه مدرس تاني درسنا في كلية اللي اسمه كولين شابلن وكولين شابلن راجل أنا أنا بودي أعيش معه على طول يعني أشوفه فين وأقعد معه على طول غزير العلم وكثير الأدب وعلامه كبير مؤلف كتاب اسمه كروس اند كريسنت دول ناس الثالث هو صديق عزيز اسمه الدكتور نبيل جبور آه طبعا ويمكن حضرتك تعرفه كويس آه يعني آه. آه هو سوري او لبن سوري لبناني آه. وهو يعيش هنا الكتاب العظيم بتاعه الاخير اسمه ان شاكلد اند جروينج وده بنشجع اي واحد يقراه وكريسنت ثرو ذا ايز اوف ذا كروس يشبه برضه كتاب كينبيلي حلو خالص الفرادة اللي, اللي استفدتها كتب نبيل جبور تقرأ كتاب واحد كأنك قريت 30 كتاب تمام وأنا بسعد جدا بكتبه يعني تقلب الصفحة تقول يا سلام إيه ده كل ده موجود في صفحة واحدة تمام الح... والحاجات اللي تنور تفكيرك إحنا دايما بنقول أنه أنا الإنجيل أنا محكوم عليا بالدينونة صرت برا لما تقرا مرقص خمسه أيوة. تجد ان في كمان تلاتة. لا انا عايز اسال حضرتك قبل ما آه. تدخل في انجيل انت ليه يعني انت اخترت اسم مصلى عشان فقط لس لانه مكان بعيد عن الضوضاء زي ما حضرتك اشرت وبعيد عن التعصب لهذا السبب اخترته ام يعني ايه اللي إيه اللي جابه في بالك يعني صدقني اللي جا اللي جابه في بالي ربنا <applause> انا قريت آه. كلمه غلط آه. وبعدين قلت الكلمه دي مصلى طب ليه ما يكونش البرنامج اسمه مصلى والمصلى ابتديت افكر ان ده مكان خلينا نقول انه مكان افتراضي اه ادعو كل المشاهدين اللي بيبصوا لنا دلوقتي واحنا بنتكلم اي مشاهد ممكن بالريموت كنترول يقفل البرنامج خالص تمام اي مشاهد ممكن يقفل المرشح بتاعه م. ويقول مش اسمعكم م. بالرغم ان التلفزيون لسه مولع تمام لكن انا بدعو الكل انه الدخول لمكان افتراضي اسمه مصلى او مصلى. تمام. فيه بفتح قلبي وفكري مم. لربنا قبل تمام. ما قبل ليا وليك وقبل كلامنا. تمام. يعني. يا رب قل لي الكلام ده صح ولا غلط الكلام ده بالنسبه لي ايه؟ النهارده في القرن الواحد تمام رشتين. اشكرك مم. حضرتك في سياق الجزئيه الاولانيه اللي عرضناها على حضرات المشاهدين اتكلمت وقلت ان هناك اخبار ساره لكن ترى ما هي هذه الاخبار الساره اللي حضرتك بتتكلم عليها التي جاء بها المسيح ايه هي اه ده ده سؤال كويس واحب اقول انه زي ما الكليب قال الاخبار الساره هي هو المسيح المسيح جاب غفران للخطايا مش مش ده بس لكن جاب حياه جديده جاب إعادة خلق إعادة خلق يعني يعني, خ... يعني الخليقة يوم خلقها الله وكانت صالحة م. وسقط الإنسان م. كل شيء في الكون وكل شيء في الخليقة صار فاسد م. لأنه ابتعد عن الله م. وجود الله في الموضوع بيجعل الأمر جيد وصالح م. ربنا عمل إعادة خلق لنا فرصة جديدة م. إنك تخش في إعادة الخلق في التجديد في فرصه لا يمكن ان تتاح من اي مجال اخر م. الله يتدخل في التاريخ يغير التاريخ يعيد الخلق يعطينا ليس فقط نجاه من اشرارنا من شرنا لكن من العار اللي احنا فيه الى الكرامه من الخوف الى القوه م. من النجاسه الى الطهاره ثلاث شخصيات ممكن نتكلم عليهم بعدين لو في وقت مجنون قاعد الناس بتخاف منه مجنون كره الجر... الجدريين من 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 العار الى الكرامه مم. وصار لابسا وجالسا وعاقلا وعقل. كويس امراه ب... بناس في دم وانت تعرف طبيعتنا كشرق أوسطين والنجاسه ومش النجاسه والكلام ده كله مم. ودي قعدت 12 سنة م. لا تستطيع أن تذهب إلى الهيكل لأنها نجسة وخلصت من نجاساتها إلى الطهارة ثم طفلة سنها 12 سنة م. ماتت والموت خوف م. نفق مظلم م. من يخلصني من الخوف أُقيمت هذه الطفلة إلى الحياة وعارف الأفلام يا نبيل بتعمل بريفيو مش كده؟ <applause> كأن الرب يسوع في إقامته للطفلة اللي سنها 12 سنة عمل بريفيو <applause> يعني إعلان عن الفيلم قبل ما يعلن الفيلم الحقيقي <applause> قبل قيامته هو من الأموات <applause> عشان يقول لنا إن خوفنا كبشر من الموت <applause> ممكن تتحرر منه وتصير في قوة وأنت بعد على قيد الحياة نعم ليه؟ لأن المسيح دخل هذا النفق المظلم وقام وكسر شوكته وقال لا داعي للخوف أمين ده الأربع حاجات تمام ونقولهم مرة تانية تمام من الدينونة للتبرير تمام. من العار إلى الكرامة من الخوف إلى القوة من النجاس إلى الطهارة ودي الاتجاهات اللي ممكن نفهمها احنا اكتر كشرق اوسطيين تمام اشكرك على هذا التوضيح لكن ده بيقودنا الى نقطه ثانيه نعم بنتهم كمسيحيين ان الكتاب المقدس بتاعنا محرف والدليل على ذلك يقول البعض ان عندكم اربع اناجيل مش انجيل واحد وكل واحد بيحكي قصه او قصص ربما البعض فيها يتكرر وربما البعض الآخر يختلف عن ما قبله أو ما بعده فهذا أعظم دليل على أن كتابكم محرف فما بس ده أعظم دليل إن الكتاب مش محرف ازاي لما أربعة يتكلموا في اتجاهات مختلفة وبأقلام مختلفة وبشخصية مختلفة ويكتبوا لناس مختلفين ونفاجئ إن النتيجة واحدة والكلام مم. واحد أنا في رأيي ان دي قوه مش ضعف م. ان ده دليل وبرهان م. على صحه الكلمه المقدسه مش دليل على التحريف ده رايي يعني يعني عايزين يقولوا لو 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 الاربعه دول شافوا نفس الشخص كانوا كتبوا نفس الشيء انا عاوز اقول هات لي أسيس نبيل اي اربعه تختارهم من الشارع امم واديهم موضوع واحد م. وقول لهم اكتبوا صح هيطلع هت... اشياء متنافره صح لا تصل إلى هدف واحد تمام لإن كل واحد شايف من وجهة نظر مختلفة بالظبط آه. وأقول لك قصة طريفة مرة آه آه أربع طلبة اتأخروا عن الامتحانات فتأخروا آه عمدا م. علشان لما يروحوا ما يمتحنوش فراحوا المدرسة قالوا لها احنا آسفين واحنا سايقين العربية العجلة فرقعت فاضطرينا احنا الاربعة نروح نصلحها ونركبها تاني في في العربية. قالت لهم انا انا اسفه جدا للي حصل ده. اكيد ده كان وقت متعب عليكم. مم. طيب كل واحد فيكم كنتوا الاربعة يروح لركن من اركان الغرفة الاربعة. مم. كل واحد راح لركن. ادوا ظهركم لبعض ودت لكل واحد ورقة وقلم. قالت لهم سؤال واحد. فين أي عجلة من عجلات العربية اللي فرقعت؟ النتيجة طلعت إيه؟ كل واحد في عجلة كل واحد. وطبعاً كشفتهم و في الامتحانات. أربعة بشخصيات مختلفة يعني المفسرين كثيرين بيقولوا إن لوقا واحد منهم ده مش يهودي خالص أممي آآ آآ متى وظيفته الاساسيه جامع ضرايب يوحنا فعلا كان التلميذ الحبيب القريب من السيد م. لكن مرقس ما كانش من تلاميذ السيد م. لكن ده كان يقرب لواحد اخر اسمه برنابه ابن اخته لكنه التصق ببطرس الرسول وخد من بطرس هذا الكلام وتفاجئ ان الاربع نجيل م. كلهم يكتبوا عن شيء واحد تماما م. واحنا لينا لحد دلوقتي 2000 سنه وشويه بنقرا في الاربع اناجيل وكلهم يقودون الى اتجاه واحد مع فرادة كل انجيل يعني تقصد مع تميز كل واحد بشيء معين يختلف عن الاخر يعني مش مجرد بيكرروا حدث واحد على شخصيه واحده لكن كل واحد بص على هذه الشخصيه من زاويه تختلف عن الاخر وقدمها لنا ايوه والاختلاف دوت والتميز دوت زاد المعنى ايضاحا تمام لم لم يقدم لنا شيء يجعلنا في حيره لكن هذا التميز اللي هنشوفه بعد شويه تمام تمام يعني الحقيقه الكلام اللي بتقوله كلام منطقي وكلام مقنع حتى خارج اي معاني روحيه لكن اعظم دليل على ان الاربعه كل واحد فعلا شاف نفس الشخصيه لكن كل واحد كتب من ركن يختلف ومن منظار يختلف عن منظار الاخر. بالظبط. وانا دايما اشبه الحته دي بقول احنا قاعدين وقدامنا عدد من الكاميرات اللي بتحاوط بينا أيوة. وكل كاميرا بتجيب لقطه رغم ان احنا نفس الاشخاص لكن كل كاميرا بتجيبنا من زاويه تختلف عن الزاويه الاخرى وهكذا ما فعله متى ومرقس ولوقا ويوحنا كل واحد كان بالروح القدس بيوجه الكاميرا بتاعته على هذه الشخصيه الفريده التي يصعب على انسان واحد انه يحتويها في كل افكاره وبطريقته وخصوصا زي انت حضرتك قلت ان كل واحد ليه خلفيه تختلف عن الثاني فمثلا الطبيب يكتب غير جاب الضرايب غير الفيلسوف غير الانسان البسيط التابع فاشكرك على هذا التوضيح الجميل لكن ده يرجعنا الى كلمه مهمه جدا بنقول الانجيل ما هو المقصود بكلمه الانجيل هل الكلمة دي كلمة يعني الأول أصلها منين أساسا؟ الأصل بتاعها يوناني والكلمة يوانجليون ولما في الكليب برضو جات أي. الكلمة تبدأ بحرفين اي يو تمام آه في اللغة الإنجليزية اي يو في اللغة الإنجليزية لما تيجي مثلا زي يولوجي آه. بتقول كلمة كويسة عن شخص مات اه حرف الاي يو دوا بتقول حاجه رساله ساره آه. رسالة كويسه آه. فالكلمة في اساسها في الـ الـ الاصل بتاعها اليوناني أيه. يوانجيليون آه. بمعنى رساله طيبه أيه. رساله ساره خبر كويس اكتر الامور في الأمر دي يجي منين زمان ما كانش فيه قنوات زي سي ان ان تمام ما كانش فيه جرايد تمام فالناس تعرف الاخبار ازاي مم. يوصلوها بعض عن طريق عدائين اه فمثلا المدينه بتاعتنا راحت لحرب عداء يعني شخص بيجري اه, آه. عداء شخص بيجري تمام فروحنا نحارب جيش آه. الناس كلها بقى ستات ورجاله واطفال رجاله كبار يعني مم. في السن مم. شبابهم كله راح يحارب مم. مين يقول لهم نتيجه الحرب يروحوا باعتين عداء. مم. العداء دوّا لما يوصل بيكون في ناس عندهم ليهم نظر كويس جدا جدا، مم. يعتلوا الأسوار. وينتظروا العدائين. تخيل انهم بيعرفوهم من رجليهم. اه. تمام. ازاي؟ طريقه الراك... طريقه الجري طريقة الركض وال... والجري م. تدل على ان في خبر مفرح او خبر سيء لذلك آه آه بيقول هنا في آه اقتباس لرسول بولس ما اجمل اقدام المبشرين, المبشرين بالسلام, بالسلام المبشرين بالخيرات آه. في حد يقول ما اجمل الاقدام <applause> انا دي ما سمعتهاش خالص آه. لكن الفكره لو رحنا احنا جميل ل العهد اللي هم كانوا فيه تمام. نجد انهم بينتظروا عداء آه. عداء يحمل بشرة, بشرة طيبه صارة. حسب الايه الجميله دي الحرب آه. انتهت وانتصرنا آه. تمام تمام فالكلمه اساسها خبر طيب تمام خبر سار ودي كلمه آه يوانجليون آه رساله صالحه فالناس دايما بتنتظر بشغف وجود ال ال رسالة من خبر صار فأول تعريف للإنجيل هو خبر صار هو في اللغة بتاعته رسالة صالحة تمام عشان كده المشهورة كلمة خبر صار وده صح المعنى الثاني لمصطلح إنجيل هو تعريف جزء معين من الكلمه المقدسه في العهد الجديد تمام. الجزء ده من العهد الجديد هم الاربعه دول ايوه متى مرقس لوقا ويوحنا ليه؟ لان تركيزهم على حياه يسوع المسيح وحياته رسائل مفرحه عشان كده تدعى اناجيل لذلك هذه الاسفار التي تتكلم عن يسوع المسيح اعطيت هذا المصطلح أخبار سارة. تمام. أنا جيل. إذا يسوع المسيح هو الإنجيل، هو الخبر السار حياته، كلامه، رسالته، موته، قيامته. حتى البعض بيسميها البشائر. وده الكلمة اللي قالها هنا. آه. آه آه برافو عليك. تمام. آه إنجيل مرقس ما أسلم يوحنا. ده يوحنا المعمدان. تمام. أسلم الكلمة دي معناها إنه اتسجن او اعدم تمام جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشاره ملكوت, ملكوت الله الله وهنا ال ال الانجيل معناها بشاره تمام. خبر مفرح وملكوت الله دي دي هنسيبها شويه دلوقتي انا جاي لها. لكن علشان نكمل موضوع فرادة ال الاناجيل هل ممكن نعدي عليهم شويه الحقيقه ده مش هل ممكن ده احنا مهم جدا ان احنا طالما اتكلمنا على اربع اناجيل واربع كاميرات واربع بشائر واربع شخصيات عاصرت وشاهدت ولمست وعاشت مع المسيح وقت وجوده على الارض او اغلبهم اذا اذا قلنا فكل واحد فيهم صور لنا صور عن هذا الفريد عن هذا الشخص المميز الذي اختفى الذي اختلف عن باقي البشر ودانا صوره مختلفه، فمهم جدا ان احنا نقف عند كل بشير ونشوف ما هي بشرته الساره، وفي الاخر خالص عندي يعني عده اسئله عن هذه البشائر الساره اللي, اللي بنتكلم عليها. بس نلاحظ ف... حاجه ان أتضمن. احنا مش هندرس الاناجيل لا لا لا. بعمق. لا لا احنا مش من... احنا مش هناخد دراسه اناجيل. لان ده, ده يعني. إنج... اي انجيل فيهم ما كفناش ولا سبع ساعات. تمام صح كده. آه. صح. فاحنا بس هناخد نظره من فوق على كل انجيل زي ما بيقولوا نظره الطائر من نظر فوق نظره طائر آه. برافو آه. عليك آه. تمام أي. تمام مت... ابتدينا بانجيل متى متى كتب لليهود تمام من هو متى؟ متى عشار تمام بيجمع ضرايب غني جدا ويهودي ويهودي يهودي و... تماما تمام فهو عاوز يبشر اليهود بايه؟ بالخليقه الجديده اللي منتظراهم م. باشتياق ابائهم واجدادهم اللي كان منذ القديم م. باتمام نبوات انبيائهم كل ده تحقق فاستخدم مصطلحات يهوديه م. زي ما احنا هنا في المصلى بنستخدم مصطلحات شرق اوسطيه م. هو استخدم مصطلحات يهوديه وبالمناسبه لم يفسرها لما ذكرها م. لم يفسرها ليه الجمهور فاهم آه. آه. ده, ده متى آه. ومتى عنده فراده خماسيه ليه؟ لأن كل يهودي يحب رقم خمسة في الكتب تكوين خروج لوين عدد تثنية الأسفار الموسوية الخمسة الموسوية الخمسة فعمل لهم خمسة برضو آآ آآ ففي فصول خمس فصول قسمها بالفصول من خمسة لسبعة أو الإصحاح قلت فصل لكن هي إصحاح من خمسة لسبعة وده فصل لوحده دي الموعظه على الجبل مم. اروع ما كتب مم. عن كلام المسيح الاخلاقي لا تدينوا لكي لا تدانوا لانكم بالدينونه التي بها تدينون تدانون اتكلم عن الطلاق اتكلم عن الزنا اتكلم عن محبه المال اتكلم عن التطويبات اللي هي معنى يا بخت يا بخت الحزانه يا بخت ال... المضطهدين الى اخره إصحاح خمسه وسته وسبعه الفصل العاشر ارسل تلاميذه ده صح لوحده ليبشروا ببشاره ملكوت, ملكوت الله, الله. تمام. اللي هو كان بيعمله مم. دلوقتي تلاميذه بيعملوه الفصل ال عشر وده ايضا آه آه لوحه جميله جدا عن ملكوت الله تمام اسرار ملكوت السماوات وده طبعا لو احنا دخلنا في بس متى 13 لا مش ده حلقه لوحديها خالص تمام آه بعد كده الفصل 18 انا سميته حاجه خاصه بي انا بيتكلم عن الغفران وبيتكلم عن ان لم نرجع ونصير مثل, مثل الاطفال سميته ايه حب السلطة أم سلطان الحب؟ جميلة حب السلطة أم سلطان الحب؟ وقد مم. جاء المسيح بسلطان مهول. مم. ليس حبًا في السلطة لكن بسلطان الحب. هللويا. جميلة أوي دي أه. آه ده آه. 18. آه. 24 و25 عن نهاية آه. الأيام. آه. آه. وبعدين باقي الأصحاحات آه. الصلب والقيام. تمام. ده دي فراده وعاوز اقول انه مش معنى انه اتكلم لليهود معناها انه كان يهودي صرف الوحيد اللي جاب حكايه المجوس كان متى تمام المجوس دول امميين جايين من ايران او العراق تمام جاب يعني بمعنى ان البشاره تنتشر العالم وكمان انهى انجيله باروع صياغه لما يطلق عليه العالم الماموريه العظمى او الإرسالية العظمى تمام حلو فتقدم يسوع كلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء والارض فاذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعلموهم ان ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم كل, كل الايام الى انقضاء خلينا نقف في عند هذا الانجيل او البشاره المفرحه الاولى اعزائي المشاهدين هناخد فاصل قصير ثم نعود اليكم يا ريت نسمع صوتكم وتعليقاتكم ومداخلاتكم اسئلتكم حتى نثري هذا البرنامج واصلي ان تكون هذه البشره الطيبه سبب فرح وسبب بركه وسبب اشراق جديد على حياتكم وعلى بيوتكم وعلى اولادكم ابقوا معنا Thank أعزائي المشاهدين أرحب بكم في برنامج الحقيقة وبس الذي سوف يأتيكم في ثوبه الجديد في البرنامج بالصورة المختلفة هنتكلم عن مواضيع متعددة تمس الواقع المسيحي وحياة المؤمن وهل المؤمن دور في السياسة وهل له دور في المجتمع ام انه محصور في حوائط الكنيسه لا علاقه له بما يحدث في الخارج؟ هنتكلم عن المتغيرات التي تحدث في العالم، العنف، الارهاب، سقوط الممالك وهل هناك قراءه كتابيه لهذا الواقع الذي نراه في حياتنا وحولنا ونعيشه يوما بعد يوم؟ وسوف نناقش ايضا موضوع اخر وهو موضوع الشباب وموضوع المشاكل التي التي تواجه الشباب في هذا المجتمع الجديد في سن معين، وسوف نناقش ايضا موضوع اخر بعنوان مصلى، سيكون معنا فيه احد الضيوف الكرام لنتحدث عن طرق واحاديث معينه للكرازه مع غير المسيحيين. اعزائي تابعونا وبرنامج الحقيقه وبس في ثوبه الجديد الذي سوف ياتيكم كل يوم اثنين مباشر من قناه الكرمة الساعه السادسه مساءً ان بتوقيت كاليفورنيا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان نواصل الحلقة الأولى التي تأتي إليكم بعنوان مصلى المكان الهادي البعيد عن الضجيج والضوضاء المكان الخالي من التعصب بهذا المنطلق احنا بنقدم لكم هذه الحلقة وابتدينا نتكلم على المعنى والمضمون لهذه الحلقة والموضوع الرئيسي فيها هو موضوع الانجيل وقلنا لي اربع اناجيل مش انجيل واحد والمعنى العميق لهذا وحضرتك بدات تدينا فكره مبسطه عن موضوع كل انجيل فقلت لنا ان الانجيل الاول وهو انجيل متى كتبه شخص يهودي وكان جابيا للضرائب وواضح ان الشخص جابي للضرايب مكروه من من البيئه المحيطه به لكنه كان يهوديا وقلت حضرتك تعليق جميل جدا قلت ان ما كانش في اسئله كثيره بيسال بيها لما كان بيتكلم لان اليهود كانوا فاهمين هو بيتكلم باي من اي منطلق وباي كيفيه وابتدى يصف لنا المسيح آه الذي جاء بصفته الملك عشان كده بدأ معانا بأنه يدينا السلالة بتاعة هذا الملك ليثبت لنا أنه الملك الآتي والذي كما بالزبط. تنبأ عنه الوحي يأتي من سبط أو من نسل داود ومن سبط يهوذا وبالتالي بدأ الإصحاح بتاعه بتعليق في غاية الأهمية وقال كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم برغم أن إبراهيم قبل داود إلا أنه ذكر داود قبل إبراهيم ليركز على أن هذا الذي يتحدث عنه هو الملك الآتي والمسيا الذي ينتظره اليهود. لكن للأسف الشديد إحنا يعني شايفين في الأيام دي وخصوصاً لما ذهبنا إلى الأراضي المقدسة وجدنا إن أغلب عدد رهيب من اليهود ملحدين وهم أيضاً ينتظرون مجيء المسيح. وعدد كبير منهم بدأ يعلن له بالروح القدس ويفهم من خلال المكتوب ان المسيح يسوع السيد المسيح يسوع تبارك اسمه قد جاء في الجسد وهو الذي صلب وهو الذي مات وهو الذي قام وبدأوا يؤمنون والبعض الاخر لا زال يجلس منتظرا ويبكي عند حائط المبكى منتظرا ان ياتي هذا المسيح ويخلص بلادهم من الشر الذي يعيشوا فيه. وبرضه احب اقول ان متى قدم انجيله كانه توراه جديده نعم والمسيح هو موسى الجديد لكنه اعظم من موسى امين هو دي من ضمن الحاجات ما قلنا لو لو هنتوسع في كل انجيل تمام هناخد مده كبيره قوي طيب مم. اتفضل حضرتك وانقل لنا على انجيل ماركوس. ماركوس ماركوس انجيل مركز ومتجه مباشره الى الهدف نعم هو هذا الانجيل يمتاز بالبساطه والدقه والبعد عن الزخارف. تمام. لكنه عكس انجيل متى لو جت عاده يهوديه يشرحها. تمام. م. في الغالب هو كتب للكنيسه في روما وهي مضطهده ايام نيرون في الغالب. م. حيث اتهم المسيحيون انهم حرقوا روما ولو ان اللي حرق روما مش هم. م. تمام. فكان في اضطهاد شديد عليهم. تمام. فالانسان المضطهد مش عاوز رساله مزخرفه عاوز رساله تروح للموضوع مباشره على طول بالزبط. فده كان انجيل مرقس انجيل مرقس لاجل ذلك بيتكلم عن صلب المسيح باعتباره حاجتين مؤامره بشريه وتدبير الهي فمثلا يقول ايه في اصحاح 12 ثم أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيرودسيين لكي يصطادوه بكلمة, وفي نفس الوقت هو بيقول عن نفسه إيه ابتدى يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من شيوخ اليهود حلو خالص يعني هنا بتجد الاثنين مع بعض تمام ده إنجيل مرقس تو ذا بوينت على طول زي ما بيقولوا تمام بيركز على إيه يركز آه على التعليم كلمة يعلم وتعليم جت 39 مرة في إنجيل مرقس حاجة مهمة قوي هو سر المسيا في كل مرة في شواهد كتيرة مثلا 3 خمسة 5 43 يقول لهم ما حدش يخبر باللي حصل اه ده المسيح بيقول له ده المسيح آه. بيقول كده بالرغم م. ان المعجزه رهيبه م. اللي حدث شيء لا يمكن السكوت عنه آه شفاء انسان مشلول شفاء آه امراه منحنيه كل هذه الامور بيسكتهم لانه المسيا كونه هو المسيح ده شيء هيعلن في آه وقته وكمان بيؤكد على ان المسيح هو على الارض كان انسان تمام. يؤكد على انسانيته لكنه لا يتجاهل حقيقه كونه ابن الله تمام الاثنين معا تمام. ده انجيل مرقس اسمح لي اضيف جزئيه آه. صغيره خالص آه. قلنا ان انجيل متى بيتحدث عن المسيح الملك ويتكلم الى اليهود وبالتالي لانه بيكلم اليهود اللي عارفين التوراه كانت اكثر المقتطفات في كل الاناجيل من العهد القديم موجوده في انجيل متى ليثبت لليهود ان هذا هو الملك بالظبط بالنسبه لانجيل مرقس يتحدث إلى الرومان أيوة ويتكلم عن المسيح الخادم الذي جاء لا ليخدم لكن ليخدم عشان كدة متى بدأ بالسلالة الملكية ليوضح أيوة لليهود انه الملك أما بالنسبة لمرقس فبدأ على طول لانه الخادم النهاردة انت لما بتجيب واحد عشان تشغله أو واحد يخدمك أول حاجة عايز تعرفها عنه الريفرنس أيوة انت بتعمل ايه ايه قدرتك على الشغل انت بتضيع الوقت ولا مخلص ومجتهد عشان كده يفتتح انجيل مرقس بمعجزات المسيح اما انجيل متى فنجد ان المعجزات جاءت بعد اصحاح ثمانيه أي أنه أخذ الثمان أصحاحات الأولى عشان يتحدث عن هذا المولود ملك اليهود هذا الذي جاء وجاء من من سبط يهوذا ومن نسل داود لأنه كان يحدث اليهود أما هنا لأنه يتحدث مع الرومان فهو يقدم لهم هذا الذي جاء لكي يغير ويخدم الناس بدلا من أن يخدم من الناس والهدف واحد والهدف واحد وبالتالي عدد مقتطفات الموجوده من العهد القديم اقل لان التركيز بتاعه على الخدمه وعلى العمل وركز على كلمه تكررت 42 مره وهي أي. كلمه للوقت لانه بيتكلم عن واحد جاي يشتغل او في الحال وواحد جاي يعتبر أن, ان له زمان محدد لابد ان يتمم فيه يا. امرا معين شكرا جزيلا وهو بيتكلم ايه بدايه انجيل يسوع كمان. المسيح بدء كذا كذا اه, آه. فبيقول الحته دي وانجيل مرقس تمام آآ آآ انجيل آآ موجه للكنيسه التي كانت في روما تمام. وبعضهم كانوا في بيت قيصر نفسه نعم نخش إن على انجيل لوقا تمام تفضل تكلم اليونان آه. يونانيين آه. لوقا آه. وكمان اللغه اليونانيه في ذلك الوقت أيوه. كانت هي اللغه العالميه كانت هي الانجليزي بتاع الوقت ده وكان يجيد اللغه لدرجه ان المقدمه بتاعت انجيل لوقا عمل ادبي. طبعا. يعني في اليوناني شيء راقي جدا. مم. ده بقى استنى شويه. جه متاخر شويه وكتب وكتب بالتفصيل من ميلاد المسيح الى موته وقيامته وصعوده. تمام. اكثر الاناجيل اللي فيه كل شيء مرتبه ترتيب تاريخي هو ده اختار الطريقه دي انه يكتب فيها مفردات عظيمه كتيره جدا غنيه يقترب الكتابه بتاعته من اللغه اليونانيه الكلاسيكيه وهو لانه طبيب آه. كتير من التعبيرات اللي استخدمها تعبيرات بعض من هذه التعبيرات تعبيرات طبيه اي آه. فهو يتميز ايضا عن سابقين وتكلم إلى اليونان وقيل أيضا إن إنجيل لوقا هو المجلد الأول والمجلد الثاني هو لوقا وأعمال الرسل دي الاثنين اللي كتبهم لوقا الطبيب بالضبط هو هو مجلد واحد تمام آه لكن واحد فيهم يتكلم عن, عن حياة تمام. الرب يسوع الثاني عن نشأة الكنيسة تمام وده هنا بقى بيكتب بطريقة راقية عن عالمية الإنجيل إزاي؟ إنه بيعترف إن الأمم واليهود جزء من خطة الله مم. مثلا في لقى صح 2 عدد 30 لقى 2 لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام وجه جميع الشعوب مه. آدي مثلا مثال لذلك الإنجيل حل. للشعوب لكل آآ آآ الأمم آآ أكتر إنجيل ركز علي الصلاة هو الإنجيل دوه والإنجيل كمان مع الصلاة شيء مرافق ليها الفرح حلو أو الخبر السار بتاع الإنجيل تمام. كمان اهتم بدور المرأة مه. آه آه كونوا أخرج شياطين من امرأة اسمها مريم المجدلية ذكرت بوضوح م. في آه إنجيل لوقا اهتمام خاص بالفقراء ودخول معهم م. وعطف عليهم بطريقة واضحة جدا آه آه ستة اهتمام بالخطاط مهم. تجد انه لا ياخذ اي حرج من انه يقعد مع الزنات والزواني العشر تمام زي ما هنشوف انجيل يوحنا قعد آه. مع السامريه الى اخره آه. ركز على دور الاسره اللي يشمل النساء والاطفال نعم واحداث كثيره كانت تدور في البيوت تمام آه زي اكله في بيت مريم ومارثا وحاجات زي كده استخدام متكرر للقب ابن الانسان. نعم بالظبط انعكاس لما قاله دانيال. تعبير ابن الانسان يدل على ابن الله. مه. وده لو نشوف مثلا دانيال 7 13 بيقول الاتي <applause> بعتقد واحدة من كنت أرى في وإذا مسحب السماء مثل ابن إنسان مم. أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه مم. مم. التعبير ده بالذات ليه مفهوم لاهوتي معين مم. عن ابن الله التركيز على الروح القدس مم. تركيز واضح وزي ما بقول يعني لنا في سفر أعمال الرسل بالتفصيل في ب... أصحاح واحد واثنين, واحد واثنين آه. إلى آخره آه. من اكثر الاناجيل اللي جاب عدد امثال المسيح مقارنه بالبشر الاخرى اخر حاجه التركيز على التسبيح والشكر حلو فكل ده مع بعضه يعني كتابه راقيه منظمه لا تترك شيء الا بالفحص والتدقيق والشرح الواضح لكل لكل قارئ تمام إذا متى يتحدث إلى اليهود مرقس يتحدث إلى الرومان أي لوقا يتحدث إلى اليونانيين طيب إنجيل يوحنا هنا بقى أخذك لآخر أصحاح في إنجيل يوحنا اتفضل بيقول الآتي هنا واشياء عدد 25 ده اخر آه. شيء آه. واشياء اخر كثيره صنعها يسوع وان كتبت واحده واحده فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبه امين. تمام بمعنى ايه؟ ان انا مشيت في الكتابه على خطه. آه. الخطه دي هي ايه؟ الخطه ان انا احط القارئ امام وده ال تمن معجزات آه، آه. وسبع مواضيع. آه. كلمة موضوع هنا يا سيس نبيل آه مش عارف الكلمة بالعربي إيه. في كلمة ثيم يعني موضوع وفي كلمة موتيف. آه، آه. موتيف زي إيه؟ لما تشاهد فيلم تجد إن في موضوع متكرر في الفيلم من أول لحظة لآخر لحظة. مم. وهنا شاطرين قوي في الحكاية دي هنا في مم. أمريكا. مم. الموضوعات بتاعة انجيل يوحنا موضوعات متكرره م. اما المعجزات بتاعته فاكتفى بها لغرض م. ليشرح سلطان المسيح على كل الابعاد م. مثال م. بالنسبه للمعجزات لو السلايد موجود م. تحويل الميه الى خمر يبقى هنا على العناصر الماديه م. شفاء خادم الملك م. شفاء المريض على المرض م. اطعام الخمسة آلاف الخبز والامداد آه والتدبير لما. للانسان شفاء الاعمى منذ ولادته آه. اقامه العاذر آه. من الموت تحدي للموت مم. دي بالذات يعني مم. اخته قالت له ما تفتحش القبر مم. ده انتن, أنتن. اه مم. وبعدين طبعا لا يمكن لا يذكر الصلب والقيامه، والصلب والقيامه خدوا الجزء الكبير من انجيل يوحنا. اما الموضوعات بتاعته اللي هي الموتيفس اللي تكررت من اول من اول الاصحاح لاخر أصح على القيامه وهي قمه العلامات. الايمان تركيز كبير على الايمان وده الموضوع الثاني في الاهميه، الثالث الروح القدس واهميته كلها خلال الانجيل. حاجه تانيه بقى استعاده الهيكل مم. الانجيل الوحيد اللي فيه تطهير الهيكل مرتين آه. مره في البدايه ومره آه. في النهايه آه. آه. وكان الهيكل وبعدين في النهايه بيقول لهم عاوزين تهدوا هذا الهيكل هدوه وانا اقيمه في ثلاث ايام يتكلم عن هيكل, هيكل جسده جسد، وكان قيامه جسده مم. هي الهيكل وهي استعاده هذا الهيكل الموضوع الخامس هو من هو يسوع وده انت اكيد عندك اسئله كتيره هنا يوحنا بيقول له مين هو يسوع ده أه. بمعنى يا جماعه احنا ما عندناش قصه الفناها احنا في الزمان والمكان اللي عايشين فيه ده فوجئنا باعلان مهول من الله م. بان الله اقتحم التاريخ م. ده يوحنا بيتكلم الحته دي تمام ودي هنجيلها وبيقول ايه انا دي مش حاجات انا سمعتها ده انا سمعتها وشفتها ولمستها نجيلها بعد شويه تمام بعد كده تمجيد يسوع وارتفاعه امين وبعدين الموضوع بقى اللي حطه في الاخر المحبه ودي تعبير اجاب المحبه خلينا نكتفي بهذا القدر في خلصنا آه في الاربع في الاربع نجيل وانا مش هضيف اي حاجه رغم ان هناك الكثير لان آه. في حاجه مهمه جدا حضرتك في المقدمه بتاعه العشر دقائق او الكليب الاولاني آه. قلت ان في مشكله يعني حضرتك اثرت آه مشكله وخلقت مشكله وقلت ان المشكله دي ما تتحلش لان مين اللي يستاهل انه يدخل السماء او الجنه ايا كان فهمك لها لان كلنا يعني لا يلبسنا الا الخزي والعار يعني يعني معلش اذا جاز التعبير خلقت مشكله وبتقول لنا انا هديك الحل لكن هل هناك مشكله حقيقيه للانسان نحتاج الى حلها كويس قوي انجيل يوحنا بيقول ثلاث حاجات ينطبق علي انا والواحد ليس من يفهم ليس من يطلب ليس من يفعل. لو عاوز تدور على انسان وينطبق عليه الثلاثة؟ اه انا ده الانسان ده الانسان. لا تقدر توصل ولا تقدر تفهم الرسالة عشان كده مش عارف قد ايه عجباني كلمة مصل اني انا في هذا المكان الافتراضي اقول له يا رب فهمني. لو انا مش فاهم فهمني انا كنت كده يا اسيس نبيل انا اتولدت في عيله كلهم متدينين لكن اللي فهمني ربنا يعني انت مش يعني بقيت خادم وبقيت شخص بتحب المسيح لانك اتربيت في عيله مسيحيه مش ده السبب هي كانت عامل مساعد لكن مش هي السبب مش هي السبب امال كان السبب ايه السبب انه ربنا افتقدني عارف الزياره لما تزور واحد عيان وغلبان ومحتاج لواحد لو يزوره علشان يقول له في دواء وخد بس لازم الانسان يعرف الاول انه مريض ما هو دي واحده من الحاجات من فوائد الزياره اه انت يعني... مريض عاوز تروح دكتور اه طب هاي. هو سؤالي بقى لو واحد بيعمل زك... بيدي زكاه واحد بيصلي واحد بيعمل كل ما هو مطلوب منه ان يفعله وما بيأذيش حد، وما بيضرش حد، وما بيتهجمش على حد، وما بيتعداش على حد. لماذا نعتبر ان هذا الشخص مشكله؟ هذا الشخص بيعتبر نفسه انه بهذه الاعمال يمكنه ان يرضي الله. وانا بشجعه على هذه الاعمال، لكن أش... ما اقدرش اقول له ترضي الله. اشجعك تعمل اعمال كويسه، اشجعك تبقى انسان كويس، لكن ترضي الله. خليني اقول لك المثال ده وانا واخده من اخي نبيل. جبور اتفضل بيقول هفترض ان انسان كويس وبعشر كل اموالي بديها للفقراء وانسان ما بغلطش في حد وبعامل كل الناس معامله جيده وكل اللي هغلطه يوميا مره هي واحده بس يبقى في الاسبوع هغلط سبع مرات يبقى في الشهر 28 مره يبقى في السنه دو ذا ماس، مش عارف انا كام. اه هنقول في السنة 365 اه اه في 365 في 365 واحدة. طب لو انا هنفترض ان متوسط عمر الانسان 60 65 سنة. يبقى انا هروح اقابل الله وانا كويس جدا ومعايا حوالي 7000 8000 اذا ما كانش 60000 خطية. دي خطية واحدة بس كفاية إنها تمنعني إنني لا أرضى الله آه الله العادل القدوس خالق العالم كل العلم والمعرفة خطية واحدة بس تمنعني آه، إن وهل هذا الكلام عام على البشرية كلها ولا ده للناس اللي بتغلط مرة في اليوم أو بتغلط كل يوم أو, أو تعودت على الخطأ أو ارتكاب الفحشاء أو السرقة أو الضلال أو الافتراء أيا كان, أي كان الوضع يعني هل الكلام ده ينطبق على الجميع؟ هو الكلمة قالت ليس بار وبعدين أكدت ولا واحد ليس بار ولا واحد ولا واحد وأنا زي ما بقول لحضرتك أرفع إيدي أول واحد أمال ليه اللي حصل؟ في إمكان في إمكان الله يتركنا نموت ما فيش أي شيء هيؤذيه في إمكانه يعمل كده. مهم. مش مش في بعض الملائكة أخطأت آه. و وسابها وطردت آه. في نفس نفس الكلام مهم. ممكن الإنسان لما يخطئ مش هي مش هيئ مش هتحصل حاجة ليه هو إن إحنا كلنا نهلك. لكن أفكاره الطاهرة النقية أفكاره اللي علت عن أفكارنا وبالمناسبه اسس نبيل احب اقول حاجه هنا ان مهما تناقشنا لا يمكننا ان نستوعب فكرة الله مهما حصل لكن لدينا من الحق الكافي حتى نستطيع النفع لدينا الكفايه من الحق عزيزي المستمع لا نستطيع ان نستوعب الله ونستوعب فكرة الله من انا عشان اقول ربنا قال كذا لكن لدي هنا من الحق الكفايه لكي استطيع ان افهم ان اسعى ان اطلب ان اعمل تمام يعني حضرتك بتقول ان المشكله لان كلنا اخطانا طيب. وطبعا ده مش هنرجع ل... مش هنخش في قضيه مام. ادم اخطا ونحن كنا في ادم لكن كلنا اخطانا ماشي نعم. هل دي كانت بقى مفاجاه لربنا ان احنا اخطانا وبعدين ربنا لقى يعني إذا جاز التعبير الإنساني لقى نفسه قدام مشكلة كبيرة فابتدى يعد خطة لفداء الإنسان هل هذه هي يعني أفكار الله آه. اللي عاوز أقوله هنا إن الله لم يفاجأ بأي شيء كنا نقول إن الإنسان أخطأ وسقط طب ربنا يقول يا سلام إيه ده أنا عملت الخليقة الجميلة ديه وهي باظت تعمل إيه دلوقتي؟ مم. لم يحدث هذا مم. لكن شوف التعبيرات اللي جت وهما نقطتين أساسيتين إن الأخبار السارة والإنجيل ده كان منذ الأذل نمرة اتنين اتفاقية في شخص الله ذاته وهنا شيء لازم نشرحه في البداية إن الله له المجد والعظمة مش زيي بس كبير مم. أنا مشكلتي كانسان مم. إني مش قادر أستوعب مين هو الله. الله كافي ذاته وأنا مش هناقش الأمر ده النهارده. وده ده, ده قصة كبيرة مين أنا المحدود عشان آه. أستوعب الله محدود؟ لكن الله فكر الخلاص عنده قبل تأسيس العالم، قبل السقوط، قبل كل حاجة وهنشوف الكلام ده كله. مم. فمثلا في افسس واحد عدد عشرة م. السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا لما بطرس الرسول وعظ العظه الاولى آه. انهى وهو يوبخ اليهود آه. هذا اللي هو المسيح سيد المسيح اعمال اثنين اعمال اثنين وعشرين آه. اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه, السابق. السابق وبعدين وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه تمام. يبقى هنا دي لا تضاد دي علم الله السابق لا يضاد أنه بأيدي أثمة صلبتموه يعني إذا حضرتك هنا بت بتيجي النقطة في غاية الخطورة وهي البعض يعني أول امبارح بالظبط أول امبارح بالظبط سألني محامي مفكر قال لي يعني هو ربنا خلق الشيطان والشيطان اغوى حواء وحواء اغوى اعطت رجلها والاثنين عصوا الله وسقطوا لعنة الارض وايضا الحيه زحفت على بطنها وحصل اللي حصل فالله هو بيقول لي فالله هل الله لذلك أوجد خطة للفداء لكي إذا جاز التعبير يصحح ما حدث لأنه هو الذي خلق الملائكة الذين أخطأوا من البداية فحب يصلحها لأن هو كان أصلها فعمل خطة الفداء يعني وكأن وكأن ربنا كان عامل لعبة أو حبك حبكة خاصة بأن حاجات حصلت وكان عارف أنها تحصل فحطها ترتيب يعني ونتائج بعدها ورا, ورا البعض او انها فاجاته لان الملائكه الابرار الذين كانوا يسبحون في السماء الى اخره وعلى راسهم زهره بنت الصبح سقط فربنا حب يصلح اللي هو اذا جاز التعبير يعني حاشا لا الذي افسده. خلينا نقولها بطريقه اكثر صادمه. ربنا بيحب يعمل مشاكل ويصلحها. <applause> بالظبط كده انا عارف هو هو الناس مكسوفه تقول كده لا طبعا لا طبعا عارف القصه بتاعت المحيط والحفره والحاجات دي بس اقولها لك زي ما زي ما هي كتبت ده كان اغسطينوس القديس اغسطينوس بتمشى على البحر فليه عيل صغير عمال ياخد من البحر ويحطه في الحفره قال له بتعمل ايه قال له بجيب من البحر احطه في الحفره قال له مش ممكن يا ابني البحر تجيبه ازاي تحطه في الحفره فالطفل سال اغسطينوس انت بتعمل ايه قال له بفكر في الله شغلانتي افكر في ربنا قال له مستحيل مهما فكرت في ربنا مش ممكن تحط ربنا في مخك اسهل ان انا احط المحيط في الحفره من انك انت تحط ربنا في فكرك دي دي القصه كما كتبت يا سيس نبيل لحنة ولا اعظم مننا يستطيع ان يستوعب الله. لكن مره ثانيه بقول لدينا الكافي من الحق حتى نستطيع ان نفهم ما يريده الله لنا. وهنا بنركز على الامر ده مره ثانيه وثالثه ورابعه. ان الله كافي في ذاته. ولو قلنا الله الاب والابن والروح القدس، اله واحد. الله الاب والابن في معاهده بينهم عهد الابن يذهب يعمل الفداء وافق الابن شوف انا بقولها ببساطه تخلي بعض لكن, لكن آه يعني احذر لا. نحن لا نتحدث عن الهين لا اه و... احنا مش هنجيلها جاي في حلقه ثانيه وهن... وهنعالج الامور دي ونتكلم عليها عشان حكايه نعم. الله الاب والابن والروح القدس دي. تمام آه فهنا بيقول مثلا ايه؟ في سفر العبرانيين: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. الله"، أو بيتمم العهد. مم. قبل ما يصعد للصليب، أنا مجدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتني قد أكملته. وبعدين وهو سنه 12 سنة الرب يسوع بيقول لأبوه وأمه لما تاه. لماذا كنتم تطلباني؟ ألم.. تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي ده أنا نازل لأن في عهد ومعاهدة بيني وبين أبي السماوي وحتى كلمة أبي دي برضو محتاجة تتناقش ليه جت هذه الكلمة فهنا الحاجتين أسيس نبيل اللي عاوز ألخصهم في هذا الأمر الله لم يفاجأ لأن فكرة الخلاص والأخبار السارة والإنجيل كانت عند الله قبل تأسيس العالم، النقطة الثانية إن فكرة الخلاص والإنجيل هي عهد بين الله الآب والله الإبن. تمام طيب يعني اللي حضرتك عايز تقوله إن موضوع الفداء وفكر الخلاص وإنقاذ الإنسان هذا كان في علم الله السابق معروفًا ومُعد. فلما سقط الانسان لم تكن هذه مفاجاه أيوة. ولم يقوم الله بدفع ثمن تكفيرا لامر سبق فصنعه فكان هذا الامر سبب موت للانسان وانفصال عن الله، فالموضوع يختلف كل الاختلاف عن هذا الكلام. اذا احنا هنا دخلنا حضرتك قلت تعبير عايز يتشرح. قلت الانجيل هو يسوع المسيح، هو يسوع المسيح ده مش الله الظاهر في الجسد هو الانجيل شخص ولا مبادئ ولا كتاب الانجيل كتاب يتكلم عن شخص اعلن مبادئه وقدم نفسه على انه الخبر السار هذا الخبر السار علمناه من مين من التلاميذ اسمع الكلام يا صابر الاسيس هنا آآ آآ كنت عاوز اقول الايه دي الرسول بولس بيقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله الانجيل الله يبقى مش ناوي النهارده هكلمكم عن الاخبار الساره بتاعة ربنا لا الاخبار الساره دي هي في فكرة الله انجيل الله يعني انجيل بتاع ربنا بتاع ربنا طيب. ومين مش عاوز يسمع انجيل ربنا اوكي الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتاب في الكتب المقدسه ده العهد القديم عن ابنه يسوع المسيح ربنا الذي صار من نسل داود من جهه الجسد سلساله من جهه الجسد وتعين ابن الله بقوه من, من جهة, جهه روح القداسة, روح القداسة بالقيامة, بالقيامه من الاموات من تمام يبقى الرسول بولس بيقول انا مش ناوي اكلمكم عن خبر انا سمعته هو انجيل الله انا ناوي اكلمكم عن الانجيل اللي اسسه وكونه وعمله وبعتوا لينا الله تمام ده مش كلام انا هقوله تمام. أنا بكلمكم عن إنجيل الله، وبعدين يتكلم عن السر المكتوم إلى آخره. وفي ذات الوقت يوحنا البشير قال لنا إن المسيح هو الكلمة، كلمة الله. أيوه. إذا الإنجيل نقدر نقول إنه شخص مش مجرد كلام، مش حبر على ورق، لكن بنتكلم على شخص قال عن نفسه إن هو الطريق، وقال عن نفسه إن هو الحق، وقال عن نفسه إن هو الحياة. إذا من يريد الحق لن يجده بين طيات الكتب او بكلمات حبر مكتوبه على ورق لكن من يريد ان يعرف الحق سوف يبحث عن شخص قال عن نفسه انه هو الحق وهو المسيح وبالطريقه دي لما بنتكلم او بنقرا الانجيل البشره الطيبه احنا بنشوف فيها هذا الكلمه المتجسد وبهذا المعنى حضرتك عايز تقول لنا ان الانجيل هو يسوع المسيح اذا الانجيل بتاعنا زي ما قال المسيح له المجد روح وحياه ايوه مش مجرد حبر على الورق وبعدين من ضمن الحاجات الاخرى مثلا اقوال في انجيل يوحنا قبل ان يكون ابراهيم انا كائن مش انا كنت لا انا كائن انا كائن آه. سبع مرات في انجيل يوحنا بس انا هو انا هو اي ام ودي انا كائن آه. أنا أوه. هو الطريق والحق والحياة حضرتك أنا هو الراعي الصالح مم. أنا هو نور العالم أنا هو خبز الحياة إلى آخره تمام وبعدين لما سألوا واحد من تلاميذه قالنا الآب قال له من رآني فقد, فقد, رأى, رأى الآب العاب. تمام ومرة تانية أنا والآب, والآب واحد وأنا في الآب والآب فيا ودي حاجات هنناقشها أسيس نبيل مم. في مرات قادمة لكن السؤال هنا أنا, أنا قبل ما حضرتك آه. تسأل اسمح لي أتفضل. إن ناخد من الجزئية ديت نقطة مهمة جدا نعم. حضرتك قلت إن الإنجيل بشرى وقلنا دي بشائر يعني فيها من يحكي لنا خبر صار ويقدم لنا بشائر في هذه الحياة المتعبة السؤال بتاعي أمال ليه إحنا في كنايسنا واحنا الاثنين اسس ايوه ومن على منابرنا الناس مش بتسمع البشاره او الخبر الطيب او البشرة الساره احنا بنسمع اما يعني تخبيط او بنسمع ضرب او بنسمع تانيب ضمير او بنسمع تجريح لكن اين اين جيت على البشره <تصفيق> الطيبه <تصفيق> التي يجب ان نقدمها نحن لكل من يستمع الى هذا الحق المفرح المحرر المغير الذي يتحدث عن شخص ليه مال ما ما بيحصلش انا أفاجأ انه تدريب قيادات كان السنه اللي فاتت بسال حد يقدر يعرف لي الانجيل تسمع العجب الانجيل محبه آه، الإنجيل نحب الآخرين المسيح مات لأجلنا آه، مش غلط لو خدت كل واحدة مش غلط آه، لكن الإشارة تعريف, إلى فهم. آه. تعريف الإنجيل الحقيقي م. إيه هو يعني, اللي عاوزة يعني لو حد بس عرف الإنجيل زي ما الرسول بولس قال م. إن الرب يسوع جاء ليرينا من هو الله عاش ألامنا مات لأجلنا وقام في اليوم الثالث ده الانجيل ده ده تعريف الرسول بولس في كورنثوس الاولى 15 طيب وده يقودنا الى طب ايه هي يعني لو حضرتك حبيت تقول انها مش طيبه وانا سالتك بدل ما اسالك من على منبر كنيسه او اقول طيب. من على منبر كنيسه عايز ادي لحضرتك المنبر طيب. واقول لك النهارده لو في شخص الاول مره بيسمع الكلام ده ربما ما يكونش شخص مسيحي ربما طيب. يكون شخص اول مره الكلام ده غريب عليه وبنقول له ان في بشره طيبه ان في خبر صار ان عندنا بشاره جميله فكيف تقدم لهذا الشخص وماذا كويس. تقول له عن هذه البشاره انا سعيد جدا جدا احنا وصلنا للمرحله دي انا هسال سؤالين لاي انسان السؤال الاول هل وصلت الى اقتناع ومرحلة في حياتك تقول فيها إذا مت اليوم سوف أذهب بالتأكيد للسماء ده سؤال بس هذا السؤال معلش سامحني أقطعك فيه يعني يعني إنك تضمن أو تقول إنك أنت رايح السماء أليس هذا كبرياء روحي؟ إحنا جايين لها حاجة طيب في سؤال تاني فضل. هفترض إن أنا مت النهارده ووقفت قدام الله فسألني سؤال لماذا أدخلك سمائي بأي حق عاوز تخش السماء تقول له إيه دول سؤالين والسؤال ده اتسألوا سألناه الناس كثيرة وناس قالت بص يا رب أنا حاولت أعمل على قد ما أقدر وعلى قد ما طاقتي وحاولت ارضيك، ده اللي اقدر اقوله. هي الاجابه مفيش غير اجابه واحده بس. مم. انا لو وقفت قدامه اقول له ولا حاجه اقدر اقدمها ليك عشان تدخلني السماء. لكن لو اقدر اقول شيء واحد اقول اني داخل لان المسيح فداني لأن المسيح بدلي عاش حياة تمم فيها الناموس وأتمم فيها عدل الله وأرض عدل الله ومات لأجلي فمثلا هفترض أن في كتاب والكتاب دوه أي كتاب مسكه ربنا في إيدي ومكتوب عليه مجدي جيركس دخلت قبله لقيته ماسك الكتاب الكتاب بقى مليان حتى الهوامش بتاعته مليانه كله من اول صفحه لاخر صفحه خطايا وكبرياء وكل الحاجات دي كلها مم. ما عنديش اي احتمال الان اخش السماء ولا يرضى عني مم. لان كتابي موجود في ايده مم. يعني واخد ملف ملف اتهام والقضيه بتاعتك ولابسها لابسها بقى ايه مش مش متهمه بمئات وملايين التهم مم. لكن لو لقيته طلع كتاب تاني وحطه في ايده الكتاب ده موجود عليه فوق يسوع المسيح وانا كتابي تحت اهو مش باين طب على اي اساس هيحط كتاب يخفي ما فعلته في حياتك كلها اساس واحد بس إن أنا وضعت ثقتي في المسيح، مم. إزاي؟ يعني إيه ثقتي في المسيح؟ أقول لك إزاي؟ مم. أنت قدمت لي الكرسي ده لما جيت كويس؟ مم. قلت لي يا سيس مجدي الكرسي ده كرسي متين، مم. كرسي محترم جدا، اقعد وتقص عليه ما يهمكش حاجة. لو أنا صدقتك هعمل إيه؟ هتقعد أقعد على الكرسي، مم. أنا رحت واقف بعيد. مم. فتقول لي اقعد على الكرسي، أقول لك يا سيس نبيل أنا مؤمن تماما بكلامك. مم. الكرسي اللي انت جبته لي ده كرسي ممتاز الكرسي ده كرسي متين الكرسي ده يشيلني ويشيل مية زيي طب ما تقعد لا الكرسي ممتاز اقعد على الكرسي هي كده انا مؤمن اه المسيح حلو محبة كل حاجة كويس هتقعد على الكرسي ولا لا عدم جلوس على الكرسي ماذا يعني معناها الايمان انا مش مصدق ان الكرسي ده هيشيلني وبعدين كل واحد في حته الايمان ديه ليه معامله الله معاه آه. <applause> الايمان احنا بنمارسه كل يوم في حياتنا م. ساعات بركب طياره واروح نيويورك م. او بركب قطر من الصعيد للقاهره م. ما فيش شك خالص ان الطياره دي مش هتوديني مثلا مدينه تانية غير نيويورك م. او القطر اللي هاخده من الصعيد للقاهره هيديني مدينه تانية هو نوع من الايمان م. انا نفس الكلام قريت وشفت حياته وكلامه م. عرفت انه الفكر دوت كان في فكر الله منذ الازل ودي معاهده عظيمه عهد عظيم اي فكر بتتكلم عليه حضرتك الانجيل الانجيل الاخبار الساره البشره الطيبه طيب آه. آه. وهنا عاوزين نقول حاجه معينه آه. الرسول بطرس قال ايه لاننا لم نتبع خرافات وهي موجوده في السلايد مم. لم نتبع خرافات مصنعه مم. يعني ميثولوجيا او حاجات زي كده اذا عرفناكم بقوه ربنا يسوع المسيح مم. ومجيئه مم. بل قد كنا معاينين عظمته مم. فاجي انا اقول لك ايه يا اسيس نبيل <applause> مثلا يعني انت بتقولي شفت الحادثه دي آه عاوزه بتخليني شاهد عليها ما شفتهاش مم. لكن انا متاكد انها حصلت مم. كنت هناك لا بس هي حصلت الله لن تشفت ولن تسمعت وتقول حصلت يبقى انت شاهد زور ما شافش حاجة بالظبط لكن اسمع هنا رسول آخر اسمه الرسول يوحنا في نفس السلايد الذي كان من البدء مم. الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا شوف الحواس الذي شهدناه ولمسته أيدينا واو. ده شاهد ولا مش شاهد ده, لا ده شاهد حقيقي مم. من جهة كلمة الحياة مم. فإن الحياة أظهرت مم. وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا يعني إيه الكلام ده هو؟ الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به السلايد اللي جاي رأى هؤلاء الرجال والنساء الرسل شيئا يحدث في المكان والزمان غير مجرى التاريخ البشري سمعوا وشاهدوا وتلامسوا مع التجسد مع حياة الرب يسوع المسيح موته وقيامته وصعوده إلى السماء هؤلاء الرسل يريدون أن يقولوا لنا إن هذه ليست أحداث أسطورية أو قصص خيالية بل هي حقائق تاريخية يقف عليها الإيمان المسيحي بثبات إنها الأخبار السارة إنجيل ربنا يسوع المسيح طيب انا سمعت الكلام ده وسمعته لاول مره كمشاهد وعندي قناعه داخليه بان السيد المسيح يختلف كل الاختلاف عن باقي الرسل والانبياء في الثلاث دقائق الاخيره نعم. انا عايز اقبل وهذا الحق يدخل في داخلي واكون تابعا للسيد المسيح أسيس نبيل ماذا أفعل؟ أنا ولا أنت م. نقدر نقول لأي إنسان م. اتغير ولازم تتغير صحيح لكن إحنا عملنا اللي علينا النهارده تمام كويس؟ تمام أنا برجع لموضوع المصلى عزيزي المشاهد م. في اتنين واحد نعرف اسمه والتاني ما نعرفش اسمه واحد اسمه كليوباس مشيوا بعد القيامة وكانوا محتارين اسمع الكلام وإذا اثنان منهم كان منطلقان في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم اسمها عمواس وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هما يتكلمان ويتحوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وانتما ماشيان عابسين فاجاب اسم واحد اسمه كليوباس هل انت متغرب انت مش عايش وسطينا وحدك ف... الم تعلم الامور التي حدثت في هذه الايام فقال له ما هي فقال المختص بيسوع النصير الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب ما كانوش يعرفوا حقيقه الرب يسوع لهذه اللحظه كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكاما لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي, يفدي, إسرائيل ولكن مع هذا كله له ثلاثة أيام منذ حدث وبيتكلم أن بعض النساء رأت أشياء حيرتنا عند القبر ورأوا إنسان مقام الأموات وابتدى هو يقول لهم أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل شرح لهم الكتب مه. إلى مجده بعد ما عمل كده ألزموه يخش عندهم فدخل يمكس معهما وكسر الخبز زي عدته وبعدين اختفى عن أعينهما اسمع الكلمة اللي جاية بقى أن هي دي المصلة فقال بعضهم لبعض ده قال ده ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب قلب ملتهب أمام خبز مكسور الذي يشير إلى صلب المسيح وتقديم جسده ودمه عني وعنك الاثنين دول دخلوا المصله وسمعوا كلام الله وآمنوا آمين اشكرك جدا على هذه المشاركه ربنا يباركك ويستخدمك اعزائي المشاهدين اصلي ان تكون هذه الكلمات نور يضيء لارجلنا ولسبيلنا ونحن نبحث عن الحق واصلي انك تتقابل مع الحق الذي هو شخص المسيح يسوع له كل المجد الى اللقاء وحلقه جديده من برنامج الحياه وبس